بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم يا أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية. معكم محدثكم الأستاذ حازم السيد عبد الفتاح. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم هو تمثيل الكسور على خط الأعداد. فكرة هذا الدرس يا أعزائي تعتمد على أنني أمثل الكسور الاعتيادية على خط الأعداد. فلنقرأ سويا مثال استعد. يمثل الشوط الواحد نص مباراة كرة القدم. نلاحظ أن النقطة ألف تمثل العدد صفر، وصفر هذا يعني صفر على اثنين. نقطة باء تمثل واحد على اثنين اللي هو نص، والنقطة جيم تمثل 2 على 2 اللي هي 1. لقد تعلمنا في الفصل الثامن من هذا الكتاب كيفية تمثيل الأعداد على خط الأعداد على شكل نقاط. بالطريقة نفسها يمكن تمثيل الكسور الاعتيادية على خط الأعداد أيضا على شكل نقاط. مثال: ما النقطة التي تمثل الكسر نص على خط الأعداد أعلاه؟ طبعا احنا عارفين ان الكسر نص يقسم المسافة الى جزئين متطابقين تماما. الكسر ثلث يقسم المسافة الى ثلاثة اجزاء متطابقة تماما. الكسر ربع يقسم المسافة الى اربعة اجزاء متطابقة تماما، وهكذا. ما النقطة التي تمثل الكسر نص؟ انها النقطة زي ما احنا شايفين، النقطة باء، نص في منتصف المسافة بين صفر وواحد، ويدل المقام على وجود جزئين متطابقين كما قلنا. إذن النقطة التي تمثل الكسر نص على خط الأعداد هي النقطة باء. فلنتذكر أنه إذا كان البسط يساوي صفر فإن الكسر يساوي صفر. فمثلا صفر على أربعة تساوي صفر، صفر على خمسة تساوي صفر، صفر على سبعة تساوي صفر. أما إذا كان البسط مساويا للمقام، لو البسط مساوي للمقام فإن الكسر يساوي واحد. يعني 4 على 4 تساوي 1، 5 على 5 تساوي 1، 7 على 7 يساوي 1، وهكذا. ما الكسر الذي تمثله النقطة ألف على خط الأعداد هذا؟ ما هو الكسر الذي تمثله النقطة ألف على خط الأعداد؟ طبعا صفر هذه المقام هنا أربعة، يبقى صفر أقدر أعمله صفر على أربعة، واحد على أربعة، اثنين على أربعة. إذن النقطة ألف تمثل الكسر، ثلاثة على أربعة ممتازين. إذن النقطة ألف تمثل بالكسر ثلاثة أرباع. نتحرك الآن إلى فقرة التأكد. ما النقطة التي تمثل كل كسر فيما يأتي؟ الكسر ربع، صفر هذا صفر على أربعة، بعدي واحد على أربعة اللي هي نقطة إيه؟ ممتازين، نقطة ألف. بعدين رقم اتنين الكسر أربعة أخماس، صفر على خمسة اللي هي عند الصفر هذه يا شباب. بعدين واحد على خمسة، اتنين على خمسة، ثلاثة على خمسة، ممتازين ممتازين. أربعة أخماس أو أربعة على خمسة هي النقطة إيه؟ النقطة جيم. النقطة ألف هنا يمثلها الكسر، ما الكسر الذي يمثل النقطة؟ ما الكسر الذي يمثل النقطة ألف؟ صفر هذا صفر على ثلاثة، بعدين واحد على ثلاثة، بعدين كام؟ ممتازين ممتازين. بعد الواحد على ثلاثة، اثنين على ثلاثة أو ثلثان. النقطة صاد هنا صفر على سبعة، واحد على سبعة، اثنين على سبعة، ثلاثة على سبعة، ممتازين ممتازين. النقطة صاد تساوي الكسر أربعة أسباع. تمثل النقطة هاء كسرا يقع في منتصف المسافة بين واحد على ستة وثلاثة على ستة، أو سدس وثلاثة أسداس. إيه اللي بعد واحد على ستة؟ اثنين على ستة، واللي بعد اثنين على ستة؟ ثلاثة على ستة. يبقى إيه هو الكسر اللي بيقع في منتصف المسافة؟ ممتازين ممتازين، هو الكسر سدسان أو اثنين على ستة. اشرح كيف يمكنك استعمال خط الأعداد للمقارنة بين الكسور. احنا كنا بنستعمل خط الأعداد للمقارنة بين الأعداد يا أعزائي،
كيف؟ كنا بنقول ان النقطة التي تقع على اليمين هي التي تمثل العدد الاكبر، كذلك في خط في الكسور الكسر الذي يقع على يمين الاخر يكون هو الكسر الاكبر. نمثل الكسرين على خط الاعداد، فالكسر الذي يقع على يمين الاخر يكون هو الكسر الاكبر، واللي على اليسار هو الكسر الاصغر. تحرك الان الى فقرة تدرب في الكتاب. ما النقطة التي تمثل كل كسر فيما يأتي؟ الكسر ثلث، صفر على ثلاثة، واحد على ثلاثة هي النقطة ايه؟ ممتازين، هي النقطة ألف. الكسر ثلاثة أثمان، ألف هنا صفر على ثمانية، بعدين واحد على ثمانية، اثنين على ثمانية، ممتازين ممتازين، ثلاثة أثمان هي النقطة ب. ما الكسر الذي يمثل كل نقطة فيما يأتي على خط الأعداد؟ النقطة باء تمثل بالكسر، هنا صفر، المقام هنا أربعة، يبقى هنا صفر اللي هو صفر على أربعة، بعدين واحد على أربعة اللي هي ألف، بعدين اتنين على أربعة اللي هي إيه في الوسط، بعدين ثلاثة أرباع اللي هي النقطة إيه باء، ثلاثة على أربعة أو ثلاثة أرباع. النقطة ياء نبدأ من اليسار، هنا المقام سبعة، المقام سبعة، الواحد هذا عبارة عن سبعة على سبعة، بعدين الأقل منه ستة على سبعة، خمسة على سبعة، أربعة على سبعة، ثلاثة على سبعة، بعدين اثنين، ممتازين، النقطة ياء هي اثنين على سبعة أو سبعان. اذكر كسرا يقع بين خمسة أثمان وسبعة أثمان، كلنا عارفين اللي بعد خمسة أثمان، اللي بعد خمسة على ثمانية هو إيه؟ هو ستة على ثمانية. بعد خمسة أثمان هلاقي فيه ستة أثمان، ممتازين. اذكر ثلاثة كسور تقع بين واحد على ستة وستة على ستة، سمعتكم كلكم بتقولوها، اثنين على ستة، ثلاثة على ستة، أربعة على ستة، خمسة على ستة. هذه ثلاثة كسور تقع بين سدس وستة أسداس. اذكر كسرين يقعان بعد ثلاثة أخماس، بعد ثلاثة أخماس يعني الأكبر من ثلاثة أخماس هيكون أربعة أخماس وخمسة أخماس، ممتازين. طب اذكر كسرا أكبر من ثلاثة أسباع، ممكن تقول لي أربعة أسباع صح، خمسة أسباع صح، ستة أسباع صح، سبعة أسباع صح، ثمانية أسباع برضو إيه صح. ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.